بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة دي اول محاضرة هنتكلم فيها عن الشيست والاناتومي بتاع الشيست. انا همشي بترتيب المحاضرات بالترتيب بتاع كراك ذكور، لان هو ده تقريبا السورس الافضل والسورس تقريبا اللي كل الناس بتتفق عليه للامتحان بتاع او للي داخلين الامتحان بتاع التو ايه. هنتكلم عن اول حاجة او اول سيكشن موجود في الكتاب نفسه. انا بحاول ان انا هعرض لكم النقط المهمة اللي موجودة في كل سيكشن، تمام، ان شاء الله باذن الله بصور، بحيث ان الدنيا تبقى الموضوع سهل شوية، لان انا شايف ان كراك الكتابة فيه كتيرة قوي، فممكن الدنيا تخش في بعضها. انما لو الموضوع ارتبط معاك بصور او حاجة انت شايفها بعينك، فاعتقد ان الذاكرة هتبقى افضل شوية. فاول حاجة هنبدأ بيها الاناتومي زي كراك، اللي هو زي بريف اناتومي كده. طبعا احنا كلنا خدنا الاناتومي بتاع الشيست طبعا وكده. فاول حاجة احنا هنتكلم فيها اللاترال شيست اناتومي. واللاترال شيست اناتومي احنا عايزين نعرف فيه ايه، نعرف اذا كان فيه، نشوف الكوبيولا بتاعت الدافراجما هل دي رايت ولا ليفت، بكذا طريقة. ان الليفت طبعا او كوبيولا اوف دافراج تحتها على طول الاستومك جاز بابل، زي هنا كده ادي الليفت هيمي دافراج، وتحتها على طول الاير بتاع الاستومك. الرايت هيمي دافراج بتبقى هاي شوية عن الليفت، تمام، وكمان ان الليفت ما بتكملش الانتيريور شوية، يعني انت اللي بتشوفها موست انتيريور شوية هي الرايت هيمي دافراج. دي التلات نقط المهمة اللي انت هتعرف بيها هل دي رايت من ليفت هيمي دافراج. تاني حاجة هنبص عليها البلاك هول او سوري الرايت ريبس، تمام، بتشوفها ازاي من الليفت ريب، يعني ازاي افرق ما بين الرايت من الليفت في اللاترال فيو. طبعا الرايت ريب احنا طبعا احنا في اللاترال فيو بناخد ليفت لاترال بوزيشن، فبالتالي الليفت ريبس بتبقى قريبة للتيوب، تمام، عن الرايت ريب اللي هي بعيدة عن التيوب، فبيحصل جيومتريك ماجنيفيكيشن للرايت تيوب للرايت ريبس، فبالتالي بتبان اللي هي تبقى مور بوستيريور وبتبان اكبر نسبيا من الليفت ريبس، لان الليفت ريبس تبقى قريبة، فبيحصل للرايت ريبس جيومتريك ماجنيفيكيشن. تالت حاجة من اللاترال شيست فيو، اول حاجة نبص عليها البلاك هول. يعني ايه البلاك هول ده؟ الدارك هول او البلاك هول اللي هو الليفت ابر لوب برونكس، تمام. الليفت ابر لوب برونكس اللي هو ده بيبقى قدامه وتحت شوية الرايت بالمونري ارتري، ووراه وفوق شوية وعمل عليه زي هوك كده، تمام، الليفت بالمونري ارتري. و ده علشان تبقى عارف بالظبط، زي ما انت شايف كده اللاترال فيو بتاع الشيست، لازم تبقى فاهم وتبقى عارف الحاجات دي هتفيدك بعد كده. الترانجل حاجه اسمها رايدل ترانجل او ريترو تراكيال ترانجل. ريترو تراكيال ترانجل اللي هو الترانجل اللي ورا التراكيا، تمام. الترانجل اللي ورا التراكيا هو دارك ترانجل او ما بيبقاش فيه اوباستي عامه في اللاترال شيست فيو، تمام. ده بيبقى فوق الاورتيك ارش وقدامه الباك وول بتاع التراكيا وبوستيريورلي الابر ثوراثيك فيرتيبرال بوديز. الترانجل ده اهميته في ايه؟ انه بيحصل له اوبليتريشن في حاله فاريانت اناتومي او فاريانت انومالي اللي هو ابيرنت رايت سبكليفيان ارتري، بيعدي ورا التراكيا، فبالتالي بيعدي في الترانجل دوت وبيحصل فيه اوباسيفيكيشن او بيقفل، تمام، بيحصل فيه اوباسيفيكيشن. فده اهميته اللي هو ابيرنت ان هو بيعدي في الابيرنت رايت سبكليفيان ارتري. دي ممكن تعرفها من اللاترال شيست فيو. طيب الاي بي بتاع الشيست احنا عايزين نعرف الاي بي ايه. هنشوف هل البوستيريور اسبكت بتاعت الريبس اللي هي بتبقى هوريزونتال ولا انتيريور اسبكت بتاعت الريبس بتبقى سلوب اند موفز ميديالي، تمام. وخليك عارف دايما او
خليك عارف دايما، حطها في دماغك ان الهايلر بوينت رايت بتبقى اوطى او اقل في الارتفاع من الليفت هايلر بوينت ب 1 سنتيمتر. الليفت هايلر بوينت از اولويز هاير ذان رايت هايلر ب 1 سنتيمتر. في فاريانت او اناتوميكال فاريانت برضو الازايجس لوب او ازايجس فيشر، ده فاريانت بيمكن يبقى موجود ازايجس لوب فيشر، وده بيبقى بياخد الازايجس فين بينفاجينيت الجزء من اللانج واخد معاه البلورا، تمام، وبيحصل لها ريفليكشن زي ما انتم شايفين، فبيعمل لوب، هو سودو لوب، هو مش ترو لوب عامه يعني، تمام. فالسؤال لما يجي يسالك يقول لك وات هاو ميني لايرز اوف بلورا في الحاله ديت، هم 4 لاير، يعني هم 4 لاير، تمام. هنخش بعد كده في السيجمنتال اناتومي، وده حاجه رخمه الصراحه. السيجمنتال اناتومي هو بصراحه كراك مقسمه بطريقه حلوه قوي بحيث ان انت تفتكرها شويه. طبعا انت عارفين ان السيجمنت بتاعت رايت لانج اكتر من السيجمنت بتاعت الليفت لانج، لان رايت لانج 3 لوبس والليفت لانج 2 لوبس. رايت لانج ابر وميدل ولور لوب، الابر لوب 3 سيجمنت، ابيكال وبوستيريور وانتيريور، ابيكال وبوستيريور وانتيريور، والميدل لوب 2 سيجمنت ميديال ولاترال سيجمنت، واللور لوب ابيكال وانتيريور ولاترال وبوستيريور وميديال، يعني في واحده فوق وقدامه ورا ولاترال وميديال. ده اللور لوب بتاع الرايت لانج، وده 5 سيجمنت لوحده. الليفت لانج 4 فوق و4 تحت، يعني 4 في الابر لوب ابيكو بوستيريور وانتيريور، واللينجولا بقى فيها سوبيريور لينجولا وانفيريور لينجولا، وفي اللور لوب ابيكال وبوستيريور وانتروميديال ولاترال سيجمنت. والسيجمنتال اناتومي دوت بيبقى مهم طبعا في السيرجيكال، وبيبقى مهم في حاجات كتيره يعني. بالنسبه لفاريانت، في فاريانت اير واي اللي بيعرف ليهم التراكيال برونكس والكارديال برونكس، ودول ذكر الاثنين دول بس في كراك. التراكيال برونكس وده البرونكاي بتطلع من الرايت اسبيكت بتاعت التراكيه قبل البايفوركيشن لرايت وليفت مين برونكس فوق شويه، وبيبقى فيها يعني بيبقى الازايجس فين بيبقى نسبيا متعلق فوق منها، يعني مش متعلق على الكارينا، لا هو بيبقى متعلق فوق منها. وده اهميته في انه بيحصل ريكارنت شيست انفكشن بالنسبه للابر رايت ابر لوب بتاع اللونج، خاصه في الاطفال. اما الكاردياك برونكس وديت بتطلع من الميديال اسبيكت بتاعت الرايت مين برونكس، وديت بتوبوزيت ل الرايت ابر برونكس اللي طالعه من الرايت مين برونكس، يعني هي بتبقى اوبوزيت ليها يعني، تمام، وبتبقى بلايند اندنج، يعني بتبقى بلايند زي ما انتم شايفين كده، ما بتكملش الحاجه ديت الكارد، وبتعمل ممكن يبقى فيها شويه ريكرنت انفكشن بيحصلوا بسببها، تمام. بعد كده هناخد الميديستاينال اناتومي، وهم 4، يعني هما 4 portion او 4 parts للميديستاينم: anterior mediastinum و superior mediastinum و middle mediastinum و posterior mediastinum. اما superior mediastinum من عند المانيوبريوم سترناي انجل لحد فوق، وده بيبقى فيه systemic blood vessels، يعني البالك بتاع السايمس والابر thoracic duct والجريد vessels والفرينيك نيرف والتوب بتاع الاسوفيجس والتراكية. اما الانتيريور ميدياستاينم ودوت ان فرونت اوف ذا هارت، يعني قدام الهارت، وده بيبقى فيه الاسترنو بريكارديال ليجامنتس، واللور بارت بتاع السايمس شويه ممكن يمتد للانتيريور ميدياستاينم. اما الميدل ميدياستاينم وده بي الهارت بقى والبريكارديوم بايفوركيشن اوف ذا تراكيا والفرينك نيرفز. اما البوستيريور ميدياستاينم وده من الباك اوف ذا هارت للسباين، وده بيبقى فيه الاسوفيجس والثراسيك داكت والديسندينج ثراسيك اورت. بعد كده هنخش في الفاريانت بتاعت البالمونري فينز، ودي اللي مذكوره في كراك، يعني ايه سوبر نيومرالي بالمونري فينز، بيبقى فيه بالمونري فين زياده، فبالتالي عدد زياده، وده بيبقى دايما في الرايت ميدل بالمونري فين.
وده بيبقى اريزموجينيك فوساي، بيبقى عباره عن اريزموجينيك فوساي. او الحاجه الثانيه كومون اوستيا اوف بالمونري فينز، يعني اثنين من البالمونري سوبيريور انفيريور بالمونري فين ميرج توجذر عشان يعملوا كومون اوستيا ودرين في الليفت اتريوم، والكومونست الليفت سايد الليفت ابر الليفت سوبيريور الليفت انفيريور بي ميرج توجذر ويعملوا كومون اوستيا. يقول لك الكومون اوستيا ديت كان بي ديفيكلت سيبريت اف نوت انديكيتد اون بري اوبراتيف سي تي ريزلتنج اكسيدنتال ليجيشن ديورينج لوبيكتومي. بعد كده هنتكلم في حاجه زي الترمينولوجي، يعني بعض الالفاظ او بعض الكلمات تمام اللي بتبقى موجوده بحيث ان انت تبقى عارف احنا بنتكلم عن ايه، وانا جايب لك صور ليها بحيث برضو تبقى متخيل القصه ماشيه ازاي او تبقى متخيل الدنيا عباره عن ايه. اول حاجه السنتريولوبيولر، سنتريولوبيولر ده لوكيشن في السنترال بورشن بتاع السكندري بالمونري نوديول، زي ما انت شايف دي السكندري بالمونري نوديول فديت السنترال لوكيشن بتاعها. بيقول لك سنتريولوبيولر اوباستس او سنتريولوبيولر نوديولز ده لوكيشن. الانترلوبيولر سيبتال ثيكنينج عباره عن ثيكنينج اوف ذا انترلوبيولر سيبتا اوف سكندري بالمونري لوبيول، زي ما انت شايف ده اللوبيولار ثيكنينج، وده مهم جدا في حاجات يقول لك في نودولار واسمه ثيكنينج، دي حاجات هنتطرق لها بعدين. الكونسوليديشن عباره عن فلويد ريبليسنج الالفولار سبيس اوبسكيور الاندرلاينج ستراكشر، يعني الكونسوليديشن فرق ما بين كونسوليديشن والجراوند جلاس اوباستي، ان الكونسوليديشن اوبسكيور والجراوند جلاس بتشوف من خلالها الحاجه اللي تحت منها، عباره عن بس زياده في اللانج اتينيويشن. الاير برونكوجرام هو عباره عن فيجواليزيشن اوف اير فيلد برونكاي في باك جراوند لوبوسوفايد لانج بارينكيما. التري ام بود سنتريولوبولار نودولار برانشينج لينير اوباسيتيز، عباره عن نودولار لينير برانشينج اوباسيتي. تري ام بود النوديول عباره عن راوند بس اقل من 3 سنتي، فدي نوديول اكتر من 3 سنتي عباره عن ماس. طب النوديول يا اما سنترولوبيولار يا اما بيري لمفاتيك يا اما راندم، والراندم ميتاستاتيك وميلياري تي بي، فما بتحترمش اي حاجه، يعني الراندم ديستريبيوشن ريليتد نوت ريليتد للسكندري بالمونري لوبيول، وممكن انفولف البلورال سيرفيس شخصيا. اما البري لمفاتيك نوديول زي الساركويدوزيس زي السيليكوزيس زي الليمفانجايتس كارسينوماتوزيس عباره عن في الانترلوبولار سيبتا، نوديول في الانترلوبولار سيبتا ريليتد لللمفاتكس او لانج ديزيز. السنتريلوبولار نوديول احنا قلنا قبل كده سنتريلوبولار يبقى في السنتر بتاع السوليتري بالمونري لوبيول. اي حاجه ممكن تعمل سنتريولوبولار اوباستس او سنتريولوبولار نوديولز. السيست والكافيتي، السيست هو عباره عن ثين وول سيست بتبقى اقل من 2 مليمتر ثيكنس، وسيست يبقى ثين وول وبتبقى الوول بتاعها ريجولار وجميل واير فيلد سبيس. اما الكافيتي بتمبلايز ان في حصل نيكروزس، يعني كان في حاجه هنا حصل فيها نيكروزس وبقت الريجولار وول، عبارة عن gas containing space lucency or low attenuation في mass أو consolidation. ال reticular pattern وده irregular linear opacities linear opacities يعني multiple interlacing irregular linear opacities indicative ل interstitial lung disease. ال honeycombing subplural cluster cystic spaces و multiple rows ده طبعا التيبيكال بتاع ال UIB يعني honeycombing. يعني ال air trapping هو عبارة عن air retention the lung distal airway obstruction في ال expiratory CT، يعني احنا ده inspiratory مش باين فيه اي حاجة قد كده، ال expiratory في عبارة عن areas of air trapping وبيبان اكتر طبعا في الاكسبيراتوري، وطبعا في حاجات بتسبب لده بس انت تبقى فاهم وعارف وشايف بعينك ايه التغير اللي هيحصل. التراكشن برونكيكتيزيس هو عباره عن برونكيال دايلاتيشن بسبب فايبروزس حصل، فحصل تراكشن برونكيكتيز، وهتلاقي اللفظ ده بيتكرر على سمعك كتير، فانا عايزك تشوف شكله بيبقى عامل ازاي. وكده نكون انهينا اول محاضره، واتمنى نكون افدتكم حتى ولو بجزء ضئيل من المعلومات،
وانا طبعا اقل من ان انا ادي كورس او كده، ده مجرد انا بناقش معاكو او بشرح او حتى بذاكر، يعني انا تقريبا يعني بذاكر معاكو. وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله في اللي جاي، واستنوا ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي، وهتبقى فيديوهات قصيرة زي ما انتم شايفين كده باذن الله يعني.